والسلام عليكم ورحمة الله أعزائي المتابعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج جديد وسلسلة جديدة. نبي تفاعل قوي جدا 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 في هذه السلسلة. أعول عليكم كلكم، أي واحد يتابعنا الحين يوقف الحلقة ينزل يسوي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا. هذا البرنامج فكرته بسيطة وسهل جدا، يتم اختيار وجبة معينة من فريق إعداد البرنامج، نختار مطعم ألف مطعم باء، نجيب الوجبة نفسها بنفس المقادير بنفس كل شيء ونقيمها. على طار التقييم راح يكون على 4 مراحل ياكم، مجموع النتيجة من 50. النقطة الأولى تجربة المستخدم، راح يتحدد فيها المطعم من 5 درجات. النقطة الثانية التوصيل، بعد راح تكون من 5 درجات. وبإمكانكم تشوفون تفاصيل التقييم كلها بتطلع عليكم يا في هذه الجهة أو في هذه الجهة. ونقطتنا الثالثة في التقييم راح تكون على الخدمة وفيها 10 درجات إلى المطعم. وطبعا ما ننسى أهم نقطة في التقييم وهي الطعم والمذاق وتفاصيل الأكل، هذه النقطة راح تاخذ 30 درجة من 50. ويلا نبدأ وجبتنا اليوم. راح نختار فيهم مطعمين، مطعم 3 Lines ومطعم باستا إكسبرس. اتصلنا بثري لاينز. Yes, good evening. I want to make order. Okay, how long it will take? 1 hour? La la la. Yes, sir. Too much. La la la. Yeah. سويتي glass chart. حطي الصموني. حطيتها بالشاي. لا 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 لا. You know you are the big boss there. تجربة لطيفة كانت، متساعدي عنا وحط لنا نوت عشان ما يتأخر زيادة عن الساعة. نقطة. شوف. إيش اسمك يا طيب؟ أنا اسمي السيد علوي. سيد علوي. أيوة. انت شنو فينا؟ محمد وصال. محمد وصال، انت نفر نمبر 1. انزين هذه كم ياخذ تايم اوردر؟ ان شاء الله 45 دقيقة. 45 دقيقة. حاليا باستا اكسبرس قال لنا 45 دقيقة و 3 لاينز عطانا ساعة. الحين راح ندش انستغرام هوم، نبدي طبعا ب 3 لاينز. الحين دخلنا هكو حساب 3 لاينز كشكل عام يعني مرتب، في فيديوهات في صور. خلنا نشوف احنا هني اكو المنيو، شوف موجود. ندخل على المنيو، الاسعار موجودة مال البرجر الباستا. نطلع من المنيو حاليا، خلنا الحين نشغل واحد من الفيديوهات الموجودة، موسيقى موجودة. انا لاحظت شغله طبعا، هنا عندهم 3 لاينز فيديوهاتهم اوكي وانستغرامهم مرتب، لكن ما في صور حقيقيه او فيديو حقيقي للاكل نفسه. عجبني انا يعني كتقييم الى حساب انستغرام، في فيديوهات في صور، المنيو موجود، لون اللوجو مالهم قاعد تقريبا متناسق يا الوان الصور. نروح الحين الى حساب باستا اكسبرس. اول نقطه المنيو موجوده وراح نشوف طبعا هكو نفس ما تشوفون الاسعار موجوده والمنيو مرتب بالصور. ناخذ جوله على الانستغرام، في فيديوهات وفي صور كامله. لا باس بالحساب، يحتاج تنسيق اكثر من الالوان التصاميم موجوده فيديوهات. خلنا مثلا ندخل على هذا الفيديو بدون صوت. احس ان الفيديوهات صراحه يحتاجون واجد يطورون فيها، الحساب نفسه يحتاجون يعدلون في الوانه. طبعا التقييم انتظروا نهايه الحلقه. هذا 3 لاينز. وصل اوردر 3 لاينز. خلنا نشوف الاوردر. الكيس نظيف، توصيل نظيف، معاملة الهندي واجد تمام، خردة عنده لعشرة دينار، والأوردر صاخن والرصيد موجود. الهندي لابس كمام ولابس قفازة. ننتظر الحين، الأوردر الحين صار له تقريبا 34-35 دقيقة، والحين احنا ننتظر باستا اكسبرس. هذا باستا اكسبرس. وصل باستا اكسبرس. طبعا طالعوا حاطين اللزقة هذه لأن خصوص كورونا. نبطل الأوردر. هذه مبلاها مونتاج بروحها.
الاوردر طبعا يجي يا فذكرين نسا واحده وقفشه فقط. الاوردر صاخن، الباكجينج لا باس بان هذه العلبه العاديه وحاطين فيها الستيكر هاي الورق. طبعا الحين راح نبدي نفتح باستة 3 لاينز شكل تمام ما اللي هو المكسوس خضروات الدجاج موجود يعني بيننا فيه لان بعض المطاعم لوكيلك تاكل معكرونة بس وين الدجاج في الموضوع ما تدري. فيعني مبدئيا طلب اوكي كل شيء محضر صح فتصير عندك قابلية انك تهوس عليه مو بس تهوس عليه وتدلع كرشك بعد. طبعا الكمية في الاكسبريس تحسها اكبر وازيد. الجبن سايل فيه ما انا شايف انا كميه دجاج يعني فيها نفس هني نفس ما هكو هني واضح عندكم الدجاج بس ككميه معكرونه فيها كميه زياده. المكسوس لونه صح خليك يعني تبي تاكل بس يعني مو مغريه نفس هني ما لحد الحين يعني خلال رحله البحث ما حصلت ولا دجاج هك يعني الاولى. خلونا نشيك اياكم ونبدي بثري لاينز ونقيم وياكم وبسم الله. طبعا لورا الكاميرا تقدر تنتظر شوي بس خلنا نقيم وتكون تتفضل ايانا. طبعا في نقطة اذا تلاحظونها ان هني السوس مو واجد يعني فيها شوي جافة صايرة طالع هني هني في اذا تشوفها هني العصارة مالت السوس موجودة اما هني جافة نوعا ما. الصوص مالها رهيب. المعكرونة لا هي دايبة ولا هي خشنة مستوية صح مقاديرها صح. الفلفل البارد نوعا ما صار خشن واجد. طعم الجبن في المعكرونة مبين وعاطنها حلاوة نكهة يعني. وننتقل الحين الى باستا اكسبريس. طبعا هني معلومة يعني نقطة مهمة الباستا يعني بالنسبة لي افضلها انها تكون بالبروكلي بس بينما هني قالين لا يعني طبعا كل الخضرة عدا الكوسة مو حاطين فيها بروكلي. نقول بسم الله. نفس ما تلاحظون هني في نوعين من المعكرونة المعكرونة الطويلة وهذه اللي هي اللافة. الصوص مالهم في الفلفل الأسود واجد طاغي على المكسوس يعني طعم الجبن ما قاعد يبين طعم المعكرونة ما قاعد يبين حتى المكسوس نفسه ما قاعد يبين يعني قاعد داكل معكرونة وياها فلفل أسود ناهيك إن ما أنا محصل دجاجة هني. تحيرت أنا يوم ضقت الفلفل الأسود له طعمه الثقيل ورجعت الى المكسوس العادي حسيت انه في فرق ما ادري خلني اذوق مره ثانيه يعني مع انه في البدايه ما كان عاجبني الفلفل الاسود. فضلسي يلا بينا نروح على التقييم الحين. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في الفقره الافضل تقييم وجبه اليوم باستا اكسبريس او باستا 3 لاينز. خلونا نشوف التفاصيل ويلا بينا. بالنسبه راح نمشي احنا وياكم خطوه خطوه. عندنا تجربه المستخدم نفس ما قلنا لكم وعندنا التوصيل وعندنا الخدمه زائدا الشكل العام والطعم الى الاكل. راح نبدي اياكم بتجربه المستخدم. طبعا دخلنا حساب الانستغرام واخذنا انطباع عنه الى مطعم باستا اكسبريس او 3 لاينز. راح ياخذ ويانا باستا اكسبريس من 1.5 0.7 اما بالنسبه الى 3 لاينز راح ياخذ درجه من درجه ونص. اما بالنسبه الى سهوله الطلب وقت اللي اتصلنا يعني راح ياخذ باستا اكسبريس 1.6 من 2 و 3 لاينز 1.7 من 2. اما بخصوص الدفع وهي نقطه مهمه الحين ما يصير في احنا في زمن التكنولوجيا وصلنا البنفيت وفي تحويل وفي الماشين كارد وانت الحين قاعد تتعامل وياي بالتوصيل على بس كاش. هذه سلبيه كبيره. المطعمين اثنينهم عندهم اياه فاثنينهم راح ياخذون 0.5 لان ما عندهم الا بس كاش. خلصنا تجربه المستخدم وحين ننتقل الى التوصيل. طبعا للامانه المطعمين جوده عاليه. العمال اللي جابوا الاوردر لابسين كمامات لابسين قفازات معامله طيبه التشينج كان وياهم. النقطه الفاصله فيهم اللي هي سرعه التوصيل. باستا اكسبريس تقريبا اخذ وياه 40 ل 45 دقيقه اما 3 لاينز اخذنا فيه 30 ل 35 دقيقه.
ثري لانز بياخذ 0.7 وباستا اكسبرس 0.4. ونكمل وياكم التوصيل، الاوردر وصل ساخن او لا؟ في الاثنين اي نعم وصل ساخن وياخذون اثنينهم درجه، معامله عامل التوصيل واثنينهم ياخذون واحد ما شاء الله، التشينج اللي يجي ويا عامل التوصيل اثنينهم موجود عندهم واثنينهم بعد نعطيهم واحد، الطلب صح؟ اي نعم صح الى الاثنين فاثنينهم نعطيهم درجه. وننتقل وياكم الى مستوى الخدمه، في مستوى الخدمه عندنا نقطتين، التقييم من 10 وايش يجي وياه والتغليف. بالنسبة وش يجي وياه في الأوردر؟ باستا إكسبرس نفس ما قلنا لكم كان وياه قفشة واحدة وكلينس واحد، فراح ياخد ايانا 3 من 5. أما بالنسبة إلى 3 لاينز راح ياخد ايانا 4 من 5، جاي بيا شوكة وقفشة بالإضافة إلى الكلينس. التغليف 3 لاينز بالعكس، هني 3 لاينز راح ياخد ايانا 3، تغليف عادي طبيعي مجردنا هذه العلبة. أما بالنسبة إلى باستا إكسبرس الكيس لما جاء حاط فيه الستيكر انه مغلق، يعني ما حد قاعد يحوس فيه، هذه نقطة. ولما تشيل الطلب وتخليه تشوف ان العلبة موجودة وفوقها ستيكر مغلفة يعني مغلقة وما حد يقدر يفتحها، هذه نقطة مهمة في النظافة خصوصا يا الوضع الحالي يا كورونا فيروس. فباستا اكسبرس راح ياخذ ايانا 4 من 5 في التغليف. وننتقل لأهم نقطة اللي هي الطعم. طبعا انتم شفتون وياي انطباعي على الاكل لما جاء، الشكل والطعام وشنو المحتويات اللي فيه. بالنسبة الي التقييم، هذا طبعا التقييم راح يكون من 30 درجة. التقييم بالنسبة الى باستا اكسبرس بالنسبة لي، لان ما احب الفلفل الاسود يكون في السوس او انه يكون طعمه طاغي واجد على السوس، فراح اعطيه 24 درجة من 30. الميزة اللي في باستا اكسبرس كانت النوعين من المعكرونه موجوده وياه، المعكرونه الحلزونيه والمعكرونه السيده، فهذا شيء لطيف كان، بالاضافه الى انهم موفرين الخضروات اكثر. اما 3 لاينز طبعا انا بالنسبه لي الصوص كان واجد تمام واجد ممتاز، لكن الصوص كان شوي قليل ففيها شوي جفاف في المعكرونه نفسها. الشيء الثاني اللي يعيبه اللي هو البروكلي ما كان موجود فيها، فراح اعطيه 26 من 30. والنتيجة النهائية خلوكم ويانا، طبعا تقدرون تشوفون النتيجة نفس ما هي ظاهرة عندكم يمين ويسار، والغلبة طبعا لثري لاينز بالنسبة لي ورأيي الشخصي. انت شنو رأيك وشنو تصورك؟ عطنا رأيك في التعليقات، انتظر بقرأ تعليق فيكم. نشوفكم على خير، ولا تنسى اللايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم. الله أكبر. برجر إكسبرس، برجر إكسبرس، وهذه طبعاً برجر إكسبرس في هاي دل أو راح